شهدت العاصمة الرياض انسياب وسهولة واضحة في الحركة المرورية على الرغم من بدء الدوام الرسمي. ما شهدت الشوارع الرئيسية أي ازدحام يذكر على الرغم من بدء الدوام الرسمي للقطاعين الحكومي والخاص. البعض يقولون الأسباب إنها للسفر ولإجازة الطلاب وكثرة إجازات الموظفين، لكن في ناس ثانيين إنه قالوا إنه تحديد بداية الدوام الرسمي بيوم الأربعاء والخميس ما كانت مناسبة، وهذا الأمر دفع الموظفين للتغيب عن العمل.